نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثاني مؤتمراتها بالجامعات المصرية بجامعة بورسعيد بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية تحت عنوان نعم للمشاركة خليك إيجابي. يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي وحث الشباب الجامعي على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية والانتخابية كافة في صورة تعكس أمام العالم درجة المشاركة التي أصبح يتمتع بها الشباب المصري والجامعي على وجه الخصوص.